أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم. شهد قطاع الصحة في الجمهورية الجديدة قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية في مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع. بالطبع المستشفيات الجامعية تأتي ضمن هذه الجهات المختلفة التي تسعى جاهدة لتقديم خدماتها الطبية على مستوى رفيع للمواطنين على أرض مصر. وحديثنا في هذه الفقرة مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عصام أبو المجد، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، مدير مستشفى أسوان الجامعي الرئيسي، للحديث حول هذا المستشفى وما يقدمه من خدمات في الفترة الماضية، وأيضا ما سوف يكون في الفترات القادمة وصولا إلى مستوى يناهض ويساوي ما هو معمول به في الرعاية الصحية على مستوى العالم المتقدم. مرحب بك دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب، عام ميلادي سعيد إن شاء الله. أنت سعد علينا كلنا إن شاء الله، كل سنة وحضرتك طيب. والصحة والسلامة. دكتور، إحنا بنتكلم على مستشفى أسوان أو بشكل أدق مستشفيات أسوان الجامعية. هي عدة مستشفيات موجودة على مناطق أو أماكن مختلفة، سواء كان في المقر القديم اللي هو في طريق السيل أو اللي موجودة في أسوان الجديدة، وبالإضافة لكده كل مستشفى أو كل مجموعة لها إدارتها التي تمثلها، وبالتالي العمل بينتظم في هذا الإطار. كلمني الأول عن التقسيمات اللي موجودة في مستشفيات أسوان الجامعية. طبعا مستشفيات أسوان الجامعية يعني لما افتتحت كلية الطب في أسوان تسلمت مبنى مستشفى أسوان التعليمي، يعني كان مستشفى أسوان التعليمي، ومن قبله كان العام، وكان العام، وبعد كده هو ده النواة اللي بدأت بيها كلية الطب مستشفيات جامعة أسوان. كان هو مبنى وحيد اللي هو مبنى مستشفى أسوان التعليمي. الكلام ده كان في 2013، وكان يمكن العدد الأسرة لا يتعدى 200 سرير أو 220 سرير تقريبا. على مدار الثمان سنين اللي فاتت او السبع سنين اللي فاتت طبعا حصلت تطورات وطفره كبيره بعد ما تحولت الى مستشفى اسوان الجامعي. المبنى الرئيسي ده تضاعف عدد الاسره فيه، احنا داخلين على 500 سرير دلوقتي. عدد الكبسولات او عدد العمليات او الغرف الجراحيه، كانت غرفه واحده غرفه طوارئ زمان فيها كل العمليات الجراحيه، دلوقتي في عندنا حوالي أكثر من 13 غرفة عمليات، 9 كبسولات غير غرفة عمليات في النساء والتوليد، عمليات التجميل، وخمس عمليات غرف عمليات طوارئ. ده في المبنى اللي هو كنا تسلمناه كمستشفى أسوان التعليمي. هو دلوقتي ده اللي اسمه المستشفى الجامعي الرئيسي اللي هو ليه مديره، يعني اللي هو العبد لله. كمان الإضافة بقى كانت مستشفى بطنة، دي مستشفى منفصلة برضه كان بدأ فيها العمل بدي بعد ما تسلمت كلية الطب او المستشفيات الجامعه، تحولت الى مستشفيات جامعه اسوان، وانتهى الحمد لله وتم افتتاحه يمكن قريب، يعني يمكن السنه اللي فاتت، بحوالي 150 سرير يشمل اقسام الباطنه الترخصات والعمات والعنايه المركزه. المبنى برضه اللي خلاص الحمد لله بنشطب دلوقتي بيتفنش، يعني ان شاء الله في خلال هذا الشهر، على نهايه هذا الشهر هيبدأ العمل فيه، هيتشتغل، يعني هو انتهى المبنى خلاص، هيتسلموا القسم ده، قسم العظام، مبنى للعظام والإصابات. ده مختلف عن مبنى البطنة، ده مبنى تاني، مبنى منفصل، وده برضو ميزته ان هو هيبقى عظام، قسم العظام بعملياته، يعني مش قسم امبيشنت بس، لا، في ثلاث غرف عمليات. وده يمكن هو الإضافة المهمة قوي بالنسبة لنا دلوقتي، لأن احنا مشكلتنا الحالية تكدس الحالات عندنا في المستشفى، لان يمكن حضرتك تعرف ما حصل تطوير في التامين ومفيش مش شغال حاليا. مستشفى الصداقه تحولت للعزل فتره طويله ويا دوب لسه بدات ترجع دلوقتي. مستشفى الحميات كانت برضو بتتطور واتقفلت، فطبعا اسوان مستشفى اسوان الجميع بتشتغل، والرمد برضو اتطور، يعني كل شغال فيها تطوير، فاسوان شغاله على كل الحالات. فحالات الطوارئ كتير جدا عندنا، ودي اللي فيها الازمه، خاصه في عمليات الحوادث. طبعًا يعني طبعا اصابات دي، يعني انت ما تتخيلش كم عيان تتوقع كم مريض يجينا في الاستقبال يوميا، ممكن يجي 1000 عيان في اليوم، يعني من 800 ل 1000 عيان، ده كتير كتير.
انت شوف انت ممكن تدخل منهم كام عيان. يعني افترض ان العيانين دول يعني 80% منهم بس هياخدوا علاج ويمشوا، لكن في 20% منهم هنعمل لهم هيخضعوا ادمشن، سواء هيخش للجراحة. عنايه، سواء هيخش بطنه، سواء هيخش جراحه. عيان محتاج تدخل جراحي، فانت كل يوم العيان اللي وانت بيدخل. شغال مع ده وشغال تطوير في نفس طبعا الوقت في طبعا المكان طبعا يعني، طبعا طبعا. فده لود فيعني وحمل على اللود كبير على يعني، في الإدارة. والناس برضو يعني ممكن في ناس ما بتعرفش القصه دي، فهتلاقي برضو في لا احنا الناس بتقعد في الاستقبال يقول لك انا عيان دخل في امبارح. امتعاض من بعض في المواطنين. اكيد اكيد هو مش عارف يعني. هو طبعا هو كل مريض عايز خدمته، والناس يعني ان هو يخلص العيان يجي يقول لك العيان محتاج عنايه. طب العيانين العنايه مليانه عندنا، مثلا العيان كسر ودخل الاصابات ولازم يتعمل له عمليه، لازم يتعمل له عمليه. طيب الكباسيتي بتاعت القسم كله مليان، عيانين مكسورين وعاملين عمليات وقاعدين على سريرهم، انت مش هتقدر تطلع عيان عشان تدخل عيان، فدي عامله لود. فيمكن مستشفى العظام دي او مبنى العظام دلوقتي او قسم العظام لما هينتقل بعملياته بعيانينه في هيفرغ مبنى من المبنى منفصل الرئيسي الأول هيفرغ تقدر المبنى، وده اللي تستخدم، حصل. وفي نفس الوقت قسم العظام دلوقتي بتتوسع بقى بالقسم. قسم العظام حاليا بيتطور، اللي كان موجود في الاول بيتطور وهيتحول لقسم الانف واذن، لان الانف واذن ملهاش قسم. الاقسام الباطنه انتقلت الى مبنى الباطنه، اقسام الباطنه هنطورها دلوقتي، هتبقى في اقسام الجراحات الخاصه، جراحه الاوعيه الدمويه، جراحه الاطفال، الجراحات الخاصه اللي ملهاش مكان، جراحه الاوعيه الدمويه، جراحه الاطفال، جراحه الاورام. دي برضو في تكدس شديد. مستشفى الباطنه عملت ريليس شويه لان حالات الباطنه بقت دلوقتي اقسامها ابتدت تشتغل في مبنى مستشفى الباطنه. الاضافه بقى الهائله ان شاء الله اللي هتحد شويه خالص او تحد كتير من تكدس حالات الاصابات، مستشفى كامل اصابات وطوارئ هيكون برضه في الرئيس ولا برضه في لا دي مبنى منفصل منفصل بس موجود موجود هنا في نفس في نفس المكان. المحيط بتاعنا ده، كبير على فكره. احنا لسه كمان ان شاء الله هنمتد ناخد مبنى الاسعاف دلوقتي، يعني بعد ما الاسعاف هتنتقل، يعني في بلان ان هو تعمل فيه حاجات في المستقبل ان شاء الله. انما المبنى ده خلصان اتبنى اوريدي، بس داخل دلوقتي في مرحله التشطيب، وبعد كده ان شاء الله مرحله الفرش. ده بقى 160 سرير، تخيل بقى، ده حالات الجراحه والاصابات والطوارئ، وحتى العظام هيبقى له فيه برضه، ان حالات العظام كتير قوي. القسم اللي اتفتح دلوقتي مش هيقضيهم برضه، المبنى بتاعه مش هيقضي، مستحيل هتبقى مستحيل الحاجات الخفيفة شوية يعني. هيبقى حلوة. هتبقى الحالات الكولد يعني، عيان مش اصابات يعني، حالات اللي هي مش حوادث. حالات الحوادث برضه هتشتغل في المبنى الجديد اللي هو اسمه هنسميه اللي هو مبنى الجراحات ومبنى الطوارئ، اللي هو المبنى ده مبنى 4 ادوار فيه 7 كبسولات جراحيه. تخيل انت بقى برضه مش هيبقى فيه تكدس، مش هيجي يقول لا والله عيان ملوش العمليات مشغوله، لا العمليات مش هتبقى مشغوله. يبقى طبيعي. عندك 7 كبسولات وعندك 9 كبسولات القديمه وعندك 3 اوض عمليات اتفتحوا اوريدي في قسم العظام حاليا، فهيبقى عندنا لا يعني هيبقى الفلو سريع، هيبقى العيان يدخل في التتابع بتاع الحالات الدوره بتاعت سريع. المريض، لان العمليات هتعمل الحاجه التانيه كمان. احنا برضو بنزيد يعني، يمكن برضو كان في ازمه الفتره من سنتين 3 4 عندك كبسولات، طب اشتغل. طب الاعداد الدكاتره قليلين، اعضاء التدريس ما لسه الدنيا مش عشان كده انا عايز اخدها جزء جزء. احنا اتكلمنا عن المباني وان في حاجات تم الانتهاء منها، في حاجات بتخضع للتشطيب، في حاجات الفينش النهائي، في حاجات ستنشا بمشيئه الله زي الطوارئ او مبنى الطوارئ. كل هذه متعلقه بالمباني او الاعمال المدنيه. المباني والشغل يعني. المباني يعني مزود حاجه، مبنى البطن خلاص اشتغل يعني، مبنى تمام. 150 انا باخدها مباني بس المبنى البطن ده اشتغل، خلص. قسم العظام خلص تمام على اخر الشهر هيشتغل، تمام بالكتير على اول فبراير هيشتغل، ده خلص. بقى عندك المبنى الرئيسي ومبنى البطنه مبنى ومبنى العظام العظام، دول ثلاث الطوارئ مباني لسه انتهوا. مبنى الطوارئ ده خلص كمبنى كبناء، هيكل. هيكل خلص، نعم فاضل مرحلة التشطيب والفرش، على إن شاء الله بإذن الله على نهاية هذا العام هيكون الضفنا 160 سرير بال7 كبسولات الجراحية. ده هيبقى الإضافة الهائلة للحد من تكدس حالات الجراحات نعم بالذات. دكتور عصام، بعد ما بنعمل المبنى بنشوف الأجهزة اللي بتساعدنا وبتخلي الخدمة مقدمة على أفضل وجه، وبالطبع طالما احنا في زمن متقدم أكيد بنجيب أجهزة طبعا متقدمة. طبعا إيه أهم دعم المستشفيات المختلفة أو المباني المختلفة في أسوان الجامعية؟ والله يعني اولا في اجهزه الفحص يعني، الحمد لله مؤخرا يعني جهاز اشعه مقطعيه على احدث من احدث الاجهزه توفر في مستشفى اسوان الجامعيه في السنه دي، الكلام ده
22 يعني احنا دلوقتي 23 معلش بنتكلم لسه لسه 22 في 22 في 22 النهارده ثاني يوم يعني مش فده اضافه يبقى عندنا جهاز مقطعي غير الاجهزه الجهازين الموجودين عندنا اوريدي جهاز الرنين المغناطيسي من الاجهزه اللي برضو مش موجود زيه في اصوات خالص يعني او ممكن في مستشفيات جامعيه اقدم مننا جهاز متطور جدا ده بالنسبه للفحص بالنسبه لل بدينا في موضوع القسطره القلب احنا عندنا قسم القلب بيشتغل دوريا حالات قوائم الانتظار حالات نفقه الدوله بعدد مش قليل طبعا الاجهزه بتاعه القسطره دي اجهزه مش افيلبل في كل حته بدينا الحمد لله نشغل قسم ما كانش موجود اساسا على خريطه اسوان اللي هو قسم جراحه الصدر والقلب يعني احنا مجدي يعقوب طبعا الناس فاهمه ان مجدي يعقوب بس اللي بيشتغل لكن احنا لسه ما اشتغلناش طبعا مش بالكباسيتي بتاعته لكن احنا عملنا قسم حتى ما كانش عندنا عدد فيه كتير كنا بننتدب اثنين اساتذه من جامعه المنيا عملنا يمكن ثلاث او اربع حالات اوبن هارت يمكن محدش يعرف هذه المعلومه يعني حالات مش ضخمه قوي على سن الامكانيات لسه ما فيش طقم كنا بنستعين برضو ناس كان احيانا بطقم تمريض مؤهل من مجدي او الناس كانوا متاخر واحنا مش متاخر معاهم برضو في اجهزتنا وحاجتنا هم لا تعاون مهم وفي النهايه ده بيصب في مصلحه المواطن احنا بنعتبر ان احنا كيان واحد احنا مجدي يعقوب ده يعني قطعه اخذت من 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 مستشفى اسوان العام القديم يعني فاحنا بنعتبر يعني هم احنا بنكمل بعض يعني وهم ناس متعاونين معانا واحنا متعاونين معاهم فالحاجات دي ما كانتش موجوده قسم جراحه المخ والاعصاب يعني احنا عندنا الحمد لله أجهزة في العمليات في المخ والأعصاب ميكروسكوب جراحي على أعلى مستوى أوضة عمليات متكاملة حالات اللي كانت زمان ما بتتعملش بأسوان خالص حالات الفقرات وحالات الديسك الغضاريف ما كانتش بتتعمل في أسوان يعني كان أو محصل له إصابة في العمود الفقري أقرب حاجة أصيل على طول الأسعاف وسافر بيه لا بقى في قسم جراحة مخ وأعصاب على أعلى مستوى الجراحات التجميل الحاجات برضو اللي ما كانتش موجودة بإمكانيات هايلة قسم التجميل بيشتغل حالات وحالات الكسور اللي هي الوجه والفكين الحاجات دي ما كانتش موجوده اصلا على خريطه الجراحات في مستشفى اسوان الجامعي موجوده حاليا ففي تطور كاجهزه كقوه بشريه مان باور ده السؤال الثاني بقى يعني اللي بيشغل ده بالزبط. واللي بيساعد على ده واللي بيهتم بده وفي ظل حجم كبير او عدد كبير من المترددين والمرضى اكيد يعني طبعاً. واحده واحده بيزيد العدد طبعاً. او الاطقم الطبيه المناسبه طبعاً. لكلها طبعاً. انت بتتكلم احنا مثلا لما بدينا في الاول دفعه طب عدد الخريجين كان عندنا العدد نبتدي كان 30 20 احنا دلوقتي مثلا الدفعه اللي في طب السنه دي 200 400 طالب احنا كنا بنتكلم اول دفعه انا اعتقد كنا يعني اتصورت معهم كنا في قاعده زي كده ما كانوش يتعدوا 13 14 طالب اللي ما خدناهم من سنه رابعه بقى خمسه بعد كده ابتدينا ناخد من سنه اولى فدلوقتي بقى عندنا اطباء مقيمين عدد معقول بقى مدرسين مساعدين موجودين بقى في مدرسين واعضاء تدريس العدد كبير كبرنا يعني وده بيخلي الشغل يزيد لان في الاول كان برضو يعني انت عندك اوضه عمليات وعندك اجهزه ما عندكش بشر او ليهم قدره معينه يقدروا يعني يعملوا عمليتين ثلاثه اربعه خمسه حسب نوع العمليه مش هيقدر واحد استاذ ومعاه نايب هيشتغل مستحيل 24 ساعه طبعا صعب لان انت العيان عايز كير بعد العمليه يراعي العيان يبقى في نواب يبقى في مدرس مساعد انكولي يتصل بيه لما تبقى الحاله كبيره عليه مدرس مساعد حاله اكبر منه يتصل بالمدرس بتاعه فالقوه البشريه طبعا الحمد لله النهارده غير من خمس ست سنين فاتت او من سبع بس لسه محتاجين في ظل التوسعات اللي بتحصل دي طبعا 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 يعني الاكثر بيبقى في الاطباء ولا في اطقم التمريض دكتور لا احنا الاثنين احنا لسه كنا بنتكلم من فتره عن الموضوع بس الحمد لله يعني الدفعات الاخيره في الطب ابتدينا يمكن عشان فتحنا مستشفى وابتدينا نكبر فانت كل ما بتكبر في بتعمل مبنى جديد وتشغل قسم جديد محتاج تمريض طبعا يعني الحمد لله افضل طبعا بكتير من الاول يعني الامور التمريض هو طبعا مش العدد الكافي لكن بنوظفهم بطريقه معينه ان احنا يقضونا يعني مش والرساله الانسانيه بتاعتهم بتخليهم برضو ان هم يتواجدوا ويساعدوا لا طبعًا يعني ده لا يعني طبعًا. غير يعني هو بياخدوا ثواب من الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن المقابل المادي اللي اعتقد ان هم ما يسويش الرساله زيه زي المعلم يعني بالظبط ولا يعني انت يعني اصبت كبد الحقيقه ان هو التمريض ده فعلا من العناصر التمريض ده يعني يقوم عليه العمل فعلا انت فيش دكتور يعرف يشتغل من غير ممرض سواء ممرض بيساعدك في العمليات ممرض اللي بيشوف العيان بعد
في الورد. واصبح في تخصصات دقيقه في الممرضين، ما بقاش الممرض العام اللي بيشغل كل طبعًا. حاجه لا طبعا، لا ده في ناس مخصوصه كذا وناس عمليات لوحده، الممرض بتاع العنايه المركزه، الممرض بتاع عنايه الافاقه، لا طبعا لا. والكواليتي بتاعه التمريض لما بتتحسن بتحسن الخدمه الطبيه بطريقه يعني مش قليله. انت بتعتمد على تمثيل العيان مع الممرض والطبيب المقيم او النبطشي، هو مش قاعد على كل العيانين، لكن التمريض هو اللي الارمنج، يا دكتور تعال بص على العيان. يعني مهم جدا يبقى كواليفايد ويبقى العدد فعلا كافي ان احنا نشغل خدمه كويسه بيه طبعا. نعم، اذا كان في نقص زي ما اشرت في احد التخصصات بتستدعوا ناس من منيا في القلب، يعني في تخصص وده التخصص الوحيد في القلب بتستدعوا، لكن ده ما بيمنعش ان اي حد بيجي مستشفى اسوان الجامعي او مستشفيات اسوان الجامعيه وبيشتغل من خارج المؤسسه لديه من الخبره، لديه من الكفاءه، وربما بعض التوأمات اللي بتحصل بين المستشفى او الجامعات وبعضها بيساهم في ان الناس تكتسب عندنا هنا خبرات اكثر واكثر واكثر. طبعا مفيش كلام. على فكره يعني في يعني مثلا شيف الامبر ارنبيه دايما انا بتيجي يعني انت الابطال ناس لسه على فكره الناس خدت خبره من الموضوع. في فبراير في واحده جديده حتى يعني في قافله في الشهر الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بتيجي ناس من 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 بلاد العالم يعني. نعم. مش حاجه من مصر بس. من مصر، وكان في المره اللي فاتت كان في ناس من امريكا وفي ناس من دول عربيه. لا خبرات طبعا يعني ناس بتيجي، وفي اقسام تانية برضو يعني في بتيجي ضيوف، بنستضيف مثلا حد استاذ معين من جامعه القاهره او من قصر العيني او من او اي جامعه تانية في مصر، بيشتغل في حته معينه يعني شغله يعلم يعني هو راجل اتعلم حاجه معينه جديده. لا دقيقه تخصص طبعا دقيقة طبعا في اقسام كتيره في المؤتمرات والحاجات اللي زي كده، او حتى في ورش العمل. في ورشه عمل بعد كام يوم هيعملها قسم القلب دكتور رمضان غالب رئيس القسم، لسه كان بيدعينا ليها الاربع اللي مش ده اللي بكره بعد بكره الاربع اللي بعده. ورشه العمل دي فيها حاجات، ناس بتيجي تشتغل وناس بتيجي تتعلم ودم جديد وشغل جديد. والجامعه بتتميز بهذا، الجامعه ديناميكيه مش بتقف عند ديناميكيه، يعني شق تعليمي وشق علاجي. هي الجامعه يعني ايه الفرق بين الجامعه والصحه؟ يمكن الصحه علاجي فقط، لكن الجامعه تعليم وعلاج. ده بيدفعني برضو لفكرة إقامة المؤتمر. عندنا في مؤتمر سيعقد، هو مؤتمر الأنف والأذن السنوي السابع لجامعة أسوان اللي هيعقد في الفترة السنة دي يعني أو الفترة القادمة. ده برضو مجال آخر لفكرة الاحتكاك والجديد في العلم وغيره. كلمني على المؤتمر ده وتاريخه، لأن سبع سنين يعني من بداية الجامعة يعتبر. والله برضو حضرتك يعني سباق بالمعلومة، يعني الفضل لله والحمد لله. يمكن اول قسم عمل مؤتمر طبي كان قسم الانف والاذن. يعني الكلام ده اول سنه احنا بدينا يمكن من 2014 2015، كان اول يعني ضربه البدايه اللي بعدها انطلقت طبعا بقيه الاقسام، يعني ابتدت كل اقسام مختلفه. بس يمكن احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا، احنا يمكن اكتر قسم عمل يعني سابع. احنا كل عمر كليه الطب كام يعني من 2013 14 يعني بدينا سنين يعني بدينا يعني. ويمكن كنا الحمد لله كنا كل سنه اللي وقفنا سنتين الكورونا ما عملناش فيهم. واحنا عملنا الخامس وبعد كده الكورونا وقفتنا سنتين. عملنا السنه اللي فاتت في شهر في اول في فبراير السنه اللي فاتت 21 كان المؤتمر السادس. 22 ولا كان في سوري فبراير 22 اسف كان السادس. و السبع هيتعمل امتى؟ احنا عاملينه، واحنا دايما بنعمله نحب نعمله في نص السنه عشان اسوان بتبقى جذب شويه في نص السنه واجازات. فلما بنيجي ندعي حد يعني متعه العلم والسياحه لا يعني بندعي الناس بيبقوا محبين يجوا اسوان في الوقت ده. فهنعمله ان شاء الله السنه دي يوم 25 يناير من 25 ل 28. ودي فرصه بقى حلوه قوي ان احنا برضو زي ما بتحكي المدارس الاخرى، احنا مش بيجينا حد من حته معينه، يعني احنا جايبين اساتذه من طنطا ومن اسكندريه ومن القاهره ومن عين شمس ومن قصر العيني من اسيوط من المنيا من سوهاج، وجايبين كل واحد في الحته اللي هو القوي فيها. يعني جايبين بروفيسور بيشتغل جراحه رقبه بس ده راجل معروف قوي في طنطا دكتور محمود عبد العزيز، يعني معروف على مستوى مصر العربيه. جايبين حد مثلا بيشتغل احسن حد بيشتغل جراحه مناظير الانف،
وبيجي ايه بنقول له يعني احنا عايزينك مثلا المحاضره بتاعتك يا ريت تكون ميني كورس، يعني ادينا كورس عن ازاي الناس تشتغل، عشان حتى الاطباء الصغيرين لما يجي انت مش لازم نبتدي من فوق، يعني مش بيجي حد يكلمنا مثلا عن عمليه ترقيع قاع الجمجمه، لا يعني مش كل الناس هتشتغل، فلا نبتدي ندي كورسات للشباب، يعني هيجينا شباب صغيرين يتعلم بقى يشوف ايه اللي بيتعمل. ما هو العلم ده ملوش حدود اكيد. ونقول للناس احنا بنبعت دعاوي يعني للشباب الاطباء صغار الاطباء وبرضه الناس يعني الاخصائيين الصغيرين اللي لسه بيتعلموا هنا في اسوان وفي ايتفوك ومنبو الحتت اللي هم دي الناس دي مش بتسافر، يعني مش تقدر تسافر وتسيب شغلها، انت عارف لقمه العيش واليومين دول، يعني هو انت لا احنا بنجيب لك الناس بقى. تعالى، وحتى بنزعل لما الناس تاثر وما تجيش يا اخونا، يعني الناس دي احنا بنجيبها علشان فرصه يعني بالنسبه لنا، احنا بنتعلم منهم، احنا مهما كبرنا في السن الطب ملوش كبير، صحيح كل يوم في جديد، كل يوم انت في ناس بتتعب حاجه ما تعرفهاش، ما سرعه فظيعه في التقدم العلمي والطب مش ملحق يعني. يعني انت ممكن كل يوم تلاقي حاجه فعلا وانت مش هتعرف تعمل كل حاجه، فلازم نتابع القصه. فاحنا دي بتبقى فرصه كويسه للناس انها تشوف وتحتك بمدارس تانية، تتعلم تشوف الناس بتشتغل ازاي، الحاجات اللي ما شفتهاش وتشوفها، واحيانا برضو يعني ان في ناس بتتفضل نعمل لهم يوم مثلا في العمليات، نحضر حالتين ثلاثه حاجات برضو من الحاجات الكبيره اللي مش بتتعمل قوي يعني كتير، ناس متمرسه فيها تيجي تعلم الناس، تشوف في ناس بتتطوع من الناس الضيوف يعني يجي قبل المؤتمر بيوم او يقعد بعد المؤتمر بيوم ونحضر له كام حاله اوبراتيف عمليات ويشتغلها، والشباب اللي عندنا برضو يشوفوا مدارس تانية ويتعلموا الخبرات الجراحيه والطبيه. جزء مهم من بتقوم به الهيئات الصحيه المختلفه وبالطبع من ضمنها كليه الطب او جامعه اسوان او مستشفيات الجامعيه، فكره القوافل. لدكتور في بعض الناس في اماكن نائيه، في بعضهم بيكسل او ما بيعرفش ان هو مريض اصلا بشكل او باخر في بعض التخصصات، بالاضافه لكده ان اشقائنا في خارج مصر وبالذات في الدول الافريقيه، لا احنا ممكن نمد يد المساعده والمساهمه سواء لاهلنا في الداخل من خلال القوافل او القوافل الخارجيه. ايه اللي بتقوم به المستشفيات اسوان الجامعيه في هذا الاطار؟ لا في الموضوع ده احنا يمكن نظمنا على مدار الكام سنه اللي فاتت دي، يعني انا يمكن في اداره المستشفى من فتره يمكن من 2017 عملنا يمكن عدد من القوافل، حتى كنا عاملين بينهم لسه يعني بقى يعني دراسه، فكنا قلنا ايه عدد الحاجات اللي عملنا الاماكن كتير قوي. يعني اولا القرى، في بعض القرى قد تبدو مثلا يقول لك احنا في الاول كنا نقول يعني مش احنا عايزين نطلع حته بعيده، رحنا حلايب شلاتين، دي فعلا اماكن فعلا محتاجه خدمه طبيه. شوف انت بقى لما نقول لك احنا رحنا مثلا كومومبو، هتقول لي كومومبو يعني كومومبو اسوان ما قريبه؟ لا، في قرى في كومومبو وقرى في ادفو فعلا الخدمه الطبيه فيها مش يعني العيان ممكن ما مش هيقدر يجي بمواصله من حتت قرى بعيده قوي في ادفو انه يركب مواصله ولا مواصلتين عشان يجي اسوان، زي ما حضرتك بتقول ممكن يبقى عنده مشكله يعني مش بيتحمل على نفسه بالظبط، مش بيجي لك الا تتفاقم لانه كان ممكن يعني يتعالج بدري ده اللي بيحصل ويكون الامور افضل، ده اللي بيحصل وده اللي بيحصل. انت احنا كنا بنروح او الشباب الصغيرين كانوا بيروحوا كانوا فعلا بيكتشفوا حاجات كانوا بيحولوها وتيجي المستشفى تعمل عمليات، يعني هو مش لو ما كانش حد راح له قال له انت محتاج عمليه تعالى هنعملها لك وتعالى هنعملها لك وبيدوا له الديت وتعالى في اليوم الفلاني ويجي العيان وبيتعمل، وفعلا اتعملت حالات كتيره قوي. العيان ده لو ما كانش حد راح وتعالى انت محتاج عمليه هو يعني قد يكون الحاله الاجتماعيه بتاعته، الحاله الظروف الاقتصاديه او حتى الثقافيه، هو خلاص هياخد اي حاجه أي مسكنات هو حتى ممكن ما بيكونش بيكشف، ممكن يروح الصيدليه ياخد دواء وخلاص او اي مسكن لا اي مسكن كان في الم. لا القوافل دي فعلا ناس يعني في قرى في كومومبو في قرى في ادفو الحته البعيده اللي رحناها كان زي ابو سمبل برضو مكان بعيد المريض فعلا فيها احمر في مجتمعات هناك سواء كان زراعيه ولا صيد ولا غيره غير يعني اهل المنطقه اساسا يعني مش قليلين برضو طبعا لا في تعداد سكاني والخدمه الطبيه يعني هو في طبعا خدمات طبيه متناسقه يعني في وحدات ريفيه وفي في الاماكن دي لكن برضو بتقدم خدمه طبيه اوليه ما هياش اللي قاعد فيها ده مش سبيشاليست ده بيبقى ممارس عام يعني هو برضو
المريض ده محتاج حد اخصائي يشوف. وده ربما المنطقي والطبيعي، يعني ما ينفعش ان احنا هنعمل مستشفى بكامل تخصصاتها في كل قريه ومدينه في مصر يعني، لكن احنا بنعمل حاجات اللي هي بتساعد وبعد كده تنتقل الحاله اذا ما استدعت يعني الامور ان هو يروح لمكان يلقى فيه الرعايه. وده بيخليني اسال عن فكره التامين الصحي الشامل اللي اسوان دخلت في مرحلته الاولى، ابتدت كثير من الجهات وتحديدا في حياة كريمة واحنا بنتكلم على القرى ان هي تنشئ هذه الاماكن اللي يستطيع من خلالها المواطن ان هو يشوف لو علاج يستاهل ان هو يتعالج هناك خلاص، ما كانش بيتم تحويله للاماكن الاكثر. التأمين الصحي الشامل ليه كود معين، الكود ده اعتقد ان كل مستشفيات اسوان بما فيها الجامعية هتدخل في الكود ده لتشترك. موقف الاسوان الجامعي من مستشفيات اسوان الجامعيه من التامين الصحي الشامل ايه؟ هي هو جاتنا زياره من فتره يعني قبل ما يبقى اسوان تخش في البلان انها تشتغل. هو طبعا التامين الصحي الشامل له اشتراطات يعني معينه في 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 المكان وفي هو كمكان هيقدم خدمه طبيه مش هيلاقي يعني كقوه بشريه وتجهيزات طبعا احسن من مستشفى اسوان الجامعيه. طلبوا مننا ملاحظات واحنا يمكن تقريبا يعني قربنا نقفل الملف ده يعني اشتغلنا عليها قوي في طقم الجوده وطقم مكافحه العدوى اللي عندنا وطقم دلوقتي احنا داخلين في التحول الرقمي وده من الحاجات المهمه قوي اكيد يعني قطعنا فيه شوط كويس قوي ان شاء الله هتيجي الاجهزه بتتركب. عندنا تيم محترم من الشباب من الدكاتره والصيادله مسكين وحدات التحول الرقمي بحيث ان احنا هننهي القصه دي هنبقى جاهزين تماما لموضوع التأمين الصحي الشامل. ان هو يعني الخدمه الجراحيه مش هيلاقيها في مكان احسن كما وكيفا يعني هو مش هيلاقي. وطبيعي ان هي لما اتعملت في الاول اتعملت بمواصفات طبيه ومواصفات او كود عالمي يعني زي ما حضرتك بتقول يعني يمكن المباني الجديده موضوعها منتهي يمكن احنا بنعاني قوي في المبنى القديم بقى اللي هو المبنى اللي احنا خدناه ما كانش طبعا البناء فده اللي احنا واخد مننا مجهود يعني مستشفى البطنه اوكي مستشفى العظام اللي عملناه واحنا بنبنيها بنينها على النظام المظبوط اللي هم اللي احنا عارفينه اللي هم طالبينه برضه اللي هو المعروف للمواصفات المطلوبه للتامين الصحي الشامل فمش هنتعب فيهم. مبنى العيادات برضه مبنى العيادات الخارجيه بنطوره دلوقتي برضه هنطوره على هذا الموضوع. اللي بنعاني فيها دلوقتي واللي احنا شغالين فيها يعني بجديه مستشفى القديمه. كل الاقسام اللي اتطورت فيها اوكي يعني مثلا طورت دخلت خلاص بقى يعني قسم العمليات الجراحيه قسم وحده القلب اللي فوق قسم عنايه الافاقه القسم اللي عملنا قسم مسالك جديد تمام قسم المخ والاعصاب اتطور كل الاقسام قسم الجراحه العامه كل الاقسام المطوره كويسه فكل ما بنطور جزء بنحاول فتقريبا المستشفى برضو قربت تبقى كانها معموله او حاجات كلها حسب مواصفات التامين الصحي الشامل باذن الله. دايما المشاكل بتبقى في بعض يعني هي المشاكل موجوده يعني لكن في حاجات بتصعد او تطفو على السطح. حاجه زي غرف العنايه المركزه حضرتك كانت كام وبقت كام يا دكتور؟ احنا يعني لما نقول لك ان احنا كان كل العنايات المركزه عندنا مثلا بتتكلم في 12 سرير ولا 15 سرير ولا 20 سرير احنا عدينا دلوقتي اكتر من 60 سرير. احنا عندنا عنايه الافاقه دلوقتي فيها حوالي 14 سرير. عنايه المخ والاعصاب ما كانش موجود اصلا يعني قسم المخ والاعصاب دلوقتي لما اتطور بقى العنايه بتاعته موجوده معاه. العنايات الجديده اللي كلها في المستشفيات الجديده مستشفى البطنه بعناياتها ما كانش فيه غير عنايه وحيده فقط في المبنى القديم في اللي هي عنايه البطنه كان مبنى وحيد سرير عنايه البطنه عنايه الجهاز الهضمي عنايه المخ صب عليه كل التخصصات وعنايه الافاقه اللي هي ما بعد العمليات. لا دلوقتي بقى كل قسم يعني عندنا عنايه المخ والاعصاب لوحدها عنايه الافاقه اللي هي بعد العمليات لوحدها عنايه البطنات لوحدها في المبنى الجديد عنايه صدريه عنايه البطنه العامه الجهاز الهضمي عنايه الجهاز الهضمي عنايه امراض العصبيه والنفسيه لوحدها فبقى عندك وفر. ومع ذلك كله مشغول كله برضه بيجي قبل الاستقبال يقول لك ما فيش سرير في العنايه ربنا يعافي الجميع. الغسيل الكلوي يا دكتور اخباره ايه برضو الاجهزه؟ والله هو ده احنا حلينا مشكلته من زمان من ساعه ما اتفتحت مستشفى البطنه دي احنا فتحناها رسميا السنه اللي فاتت اشتغلت
في 22 الكلى دي شغالها كانت بقى لها 5 سنين، اللي هي اول الدور الاول من المستشفى البطنه ده اللي هو الغسيل الكلى ده، هو اللي كان ده بقى يعني في على احدث نظام واحدث اجهزه، تم افتتاحه من كام سنه، بدينا بيه مبنى البطنه. كان كان المباني اللي فوقيه بتتشطب، كان مبنى الكلى ده تسلم تماما لانه حل المشكله. احنا كان كان عدد المنتفعين او المرضى ما يعني كان عندنا اوضه حريم واوضه رجال، عدد قليل ما كانش بيقدر، كان حمل علينا بقى وحالات التامين الصحي. فدلوقتي بقى قسم الكلى ده قسم منفصل تماما، فده يعني عدد الاجهزه فيه طبعا هتقول لي مش كفايه برضه، لكن لا لا هو يعني يعني انت بتتكلم في, في, في يعني 40 50 جهاز جهاز يعني كويس مناسب. اخواتهم بقى الاطفال المبتسرين انت الحضانات حضانات الحضانات يعني برضو قسم الاطفال كبر، وغير الحضانات برضو العنايه. انت بالنسبه للعنايه احنا ما ذكرناش عنايه الاطفال. عنايه الاطفال دي حالات الاطفال كتير قوي، يعني استقبال الاطفال ده يوميا. والحضانات دي لا، مشكله الحضانات في ايه؟ ان العيان مش بيدخل النهارده بيطلع بكره، لازم ياخد فتره معينه، ياخد فتره. العيان ممكن يقعد ايام اسابيع، فتلاقي ده مهما كترنا احنا كل شويه حضانات جديده. يعني لو وصلنا مثلا لو وصلنا ل 100 حضانه ده احنا يبقى يعني عملنا كم دلوقتي؟ يعني احنا برضو ما وصلناش، يمكن يعني حوالي 65 70 يعني ما يعني رقم برضو مش كبير يعني بالبلان التلوث بقى بالبلان الجديد يعني، وصحه الامهات والحاجات المختلفه دي العدد بيزيد يعني. طبعا 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 زي ما حضرتك انت بتتكلم في مكان في محافظه كبيره، يعني انت بتخدم من هنا لغايه فين، حتى لو في حضانات في حته تانية ما فيهاش ناس يعني ممكن يبقى في حضانات ومش شغال. يعني لو انت عامل حضانات مثلا في اماكن في مستشفيات صغيره ولا مستشفيات مركزيه، ممكن تلاقي ما عندوش ستاف شغال، لا تمريض كافي ولا اخصائيين كافيين، فانت ما عندكش عدد كفايه لتشغيلها، فانت ممكن تكون قوه معطله يعني. احد الامور المهمه فيما يتعلق بوجود اجهزه وخاصه اجهزه متخصصه او اجهزه معقده او غيره هي فكره الصيانه، لان عطل اي جهاز من الاجهزه بيؤدي الى مشاكل وغيره. بتعملوا ايه فيما يتعلق بنصرف على موضوع الصيانه عقود الصيانه دلوقتي بقى. على كل اللي احنا اتكلمنا عليه من اجهزه، سواء اجهزه اشعه او فحص انت هتجيب جهاز بملايين، هتجيب جهاز سي تي مثلا ب 7 8 مليون جنيه ب 10 مليون جنيه وعطل، انت الجهاز بيجي وعقد الصيانه معاه. احنا بنصرف كتير قوي على عقود الصيانه، لان انا الصيانه دي يعني هي كل حاجه بصراحه عايزه صيانه، يعني هي اجهزه غسيل الكلوي، الحضانات، الاسانسيرات، ده ابسط حاجه طبعا. ايوه صح، يعني انت بتتكلم ده كارثه لوحده. الاسانسير لو ما فيش شركه صيانه طبعا مريض هيطلعوه ازاي يعني؟ يعني ده يعني انت مش مهم الجهاز، لكن مهم الاسانسير. انا هيطلعني العيان فوق في العمليات هشتغله بايدي، مش عايز جهاز، لكن ما فيش اسانسير مش هيطلع العيان، مش هينزل من العمليات، مش هيروح القسم بتاعه. عيان هتلحقه بالطوارئ، تلحقه في اوضه الطوارئ، لو ما طلعش هيموت في الاسانسير ده، يعني اهم من اي جهاز مثلا. فده عقود يعني. دلوقتي الموضوع بعد موضوع الشراء الموحد برضو الدنيا بقت ايه ملمومه يعني واحسن. صحيح، بقيت بتتكلم مع جهه واحده، بتتكلم مع جهه واحده في الـ في الـ في الشركه اللي هتعمل الصيانه، بتتكلم مع شركه واحده في الشركه اللي هجيب لك الاجهزه. بقت العمليه ايه مريحه، يعني ما بقاش فيه تشتت، خلاص هو منطقه واحده انت بتتعامل معها، والشركة والهيئه هي اللي بتتعامل لك بقى مع هي اللي بقى تجيب لك وتفاصل، وتبقى انت بتاخد بتروح الحقيقه. انا بطلب الطلب بتاعي والمواصفات بتاعته، وهو عايز الجهاز وبيتولى كل الصيانه بتاعته. يا بصراحه فكره هيئه الشراء الموحد وهيئه الدواء المصريه وهيئه الغذاء المصري، يعني في شويه هيئات طلعوا كده في الجمهوريه الجديده، كان من الضروري ان هم يبقوا موجودين طبعًا. واللي بيخلوا الامور اسهل وايسر وتقضي على فساد وتوفر الحاجه بسرعه، يعني ليها اكتر من هدف، مش هدف واحد بس، في وجود مثل من ضمنها اللي هيئه الشراء الموحد دي. ده بصراحه يعني اختراع انجاز التعبير. طبعا طبعا طبعا، لان هي فعلا وفرت انت بتتعامل مع شركات ومرأسات وانت شركه تجيب لك مش عارف ايه،
وتتعامل مع دي لا او دي ايه ودي كويسه ودي وليه يعني هو فعلا هي طب دي الفرق بين دي ودي ايه طب السعر مختلف كده ليه فانت ترهق نفسك وتبعد عن الشبهه يعني لا اشمعنى دي دي اقل طب ما دي ممكن اقل بس جوده الخامه بتاعتها مضروبه لكن الخبراء اللي موجودين في هيئه الشراء الموحد دول بقى دارسين وجزء منها كمان برضو مهم فكره توطين الصناعه لما ياخدوا بعض الاجهزه والامور وتتورد للمصالح والهيئات الحكوميه ما هو كده بيشغل ناس وبيعمل مصانع بدل ما انا استورد حاجه من بره لكن في حاجات طبعا غصب عنه بيستوردها ده موضوع تاني يعني طبعا طبعا هو برضه حتى استيراد يعني الاسره اعتقد مثلا الاسره دي بتتصنع في مصر طب في منها كده دلوقتي الكباين دلوقتي انت لسه احنا كنا بنطلب كابينه سماعات قال لك كابينه صنع محلي ماشي طب ماله صنع محلي زي الفل ماشي على الاقل ايه موضوع الكباين ده دكتور كابينه اللي هي الجهاز السماعات لما تيجي تعمل قسم السماعات ده في جهاز مقياس سمع عشان تقيس السمع ده ضمن قسم الانفوزون لا يعني وحده من وحدات من الوحدات يعني قسم الانفوزون قسم انفوزون في وحده اسمها وحده سماعات وفي وحده تخاطب واحد خطب اللي بتعالج الاطفال اللي هم اللي عندهم العسمه والتهتها اللي مش بيتكلموا اللي عنده تاخر في النمو والكلام قسم السمعيات بقى اللي هو ده مهم قوي اللي انت جبت العيان اللي هم ما بيسمعش العيانين اللي هم عندهم ضعف في السمع ان الطفل اللي مش هيسمع مش هيتكلم يعني لازم الطفل يسمع عشان يتكلم اكيد فالجهاز مقياس السمع ده بيحتاج حاجه اسمها كابينه كابينه يعني مكان كده مغلق تخش فيه وتقفل عليك عشان يعزلك عن الاصوات الضوضاء الخارجيه انت عشان تعرف العيان بيسمعه كويس ولا لا انت بتدي له ذبذبات يسمعها ايوه فما ينفعش تدي له ذبذبات وهو قاعد في مكان مفتوح زي كده الدوشه اللي حواليه دي مش هتخليه يسمع كويس بالمناسبه زعط القوقعه شغاله في والله مستشفى احنا ولا لسه احنا لا احنا يعني اعتقد دي مهمه وهتعالج حالات كتير مهمه جدا بس سواء في السمع والكلام يعني تمام احنا بالذات لما يكون في وقت مبكر حسب معلوماتي طبعا طبعا احنا عملنا حوالي يمكن 4 أو 5 حالات بس توقفنا لاسباب يعني فنيه كان في فتره كده موضوع الشراء القواقع واحنا ما كانش عندنا التيم اللي هو لازم بعد القوقعه بيبقى عندك الطفل بيتابع في قسم سمعيات وقسم التخاطب بعد كده احنا ما كانش عندنا ساعتها لسه ما كناش مختصين ما عندناش ستاف سمعيات احنا لسه يا دوب النايب اللي عندنا بناخده يعني بناخد نايب السمعيات بنبعته ياخد الماجستير بتاعه بره يعني احنا اول واحده عندنا دكتوره سمعيات لسه يا دوب ثالث سنه ليها دي خلصت الماجستير بتاعها دي تبقى المدرس المساعد هي نواه لقسم السمعيات هي هيكمل عليها تبقى هي المدرس ويجي لها نواب يعني لسه بنعمل قسم السمعيات فطبعا احنا كنا بنجيب الطقم من بره يعني نجيب الناس نجيب العيال اللي بيعملوا العمليه نفسها طبعا لكن المشكله في المتابعه بعد كده برضه لازم يبقى عندك قسم الاقسام دي موجوده فكنا بنعاني شويه فاحنا عملنا وبعد كده موضوع القوقعه واستيرادها برضه كان في فتره كان في مشكله مش سهله يعني وكان اعتقد مع فكره هيئه الشراء الموحد دي دلوقتي الدنيا بقى دلوقتي القصه بقت محلوله وفعلا ابتدى يبقى في يعني دلوقتي يمكن سوهاج واسوط ابتدوا خدوا الشغل بقى في حالات تبع التأمين الصحي يمكن برضو عشان احنا التأمين وقف عندنا بقاله فترة التأمين الصحي مش في يعني تجهيزات وتوضيبات برضو عشان يبقى يخش في الموضوع التأمين بقاله فترة لسه لسه المبنى حتى ما يعني حاليا ما بيشتغلوش هم فهم الحالات غير الأشعة اللي شغالة هناك بالظبط والعيادات عشان صعبة تتنقل والعيادات هم بيشتغلوا تقريبا عيادات اللي هي الأوت بيشنت يعني لكن ما عندهمش شغل أوبراتيف فكان هو التأمين هو اللي كان بيورد لنا لأن العيال دايما التعاقد مع التأمين الصحي لأن هو اللي العيان بيدفع ثمن بيدفع ثمن القوقعة للمريض وبعد كده احنا كنا بنتعامل مع التأمين الصحي وبيشتغل العيان بنشتغل العيان عندنا فاحنا ان شاء الله مع بداية السنة دي ان شاء الله بعد ما موضوع الشراء الموحد سهل القصة وتبتدي موضوع التأمين الصحي الشامل هنرجع ان شاء الله الموضوع ده مهم زي ما قلت حضرتك مهم قوي الاطفال يعني في ويتنج ليست على فكره في لسته انتظار كتير برضو بمناسبه الويتنج ليست السيد الرئيس ضمن المبادره 100 مليون صحه ومبادرات كثيره بتندرج تحتها كان في مبادره متعلقه بالقضاء على قوائم الانتظار اعتقد ان مستشفى اسوان الجامعي ساهم بجهد كبير في القضاء على قوائم الانتظار ما زال في قوائم انتظار ولا المشكلة كانت في الأول ولما احنا خلصناها بقى اللي بيجي يلاقي دوره بسرعة ده اللي حصل فعلا يعني كان ما كان كان الويتنج زمان في موضوع المفاصل يعني كانت كل مشاكل لسه قوائم الانتظار كانت في حالات العظام بعد توفير المفاصل وبعد موضوع الشراء الموحد بقى سهل توريد المفصل القوائم الانتظار ما بقتش بلعين زي ما انت حضرتك بتقول
يعني هو كل التخصصات بس هو كان مشكله لا لا يعني كانت مشكله عشان موضوع المفاصل دلوقتي حتى ما فيش يعني حتى قوام انتظار اللي بيشتغل حالات كتيره جدا حالات الاسرط القلب يعني تقريبا الحالات اول باول ما فيش ويتنج ليست زي زمان خالص يعني زي ما حضرتك كان برضو كميه العمليات اللي كانت بتعمل كانت قليله كميه الناس كانت اقل الاوضه العمليات لا اقل عدد الجراحين كان اقل المبادره ادت دفعه لده يعني هي حركت طبعا يعني لا الفكره كانت جميله كبير. الفكره حلوه وكانت كل حاجه بتسمع يعني ممكن يبعتوا لنا يتابعوا معانا لا في عيان مش عارف ايه ده متاخر ليه لا في ما لا بنرد احنا عندنا حد طبعا عندنا منظومه يعني بنرد لا ده العيان ده جه خد ميعاد والعيان ما جاش بتحاول رفض ده هيبقى سهل كل الحاجات دي يعني هتبقى تظهر على طول قصادك يعني دي طفره التحول الرقمي بتخليك تتواصل مع جهات مختلفه بتطلب معلومه او بتحولها او بتحول طبعًا. اليها دلوقتي في حاجه ما حدش واخد باله منها موضوع التيلي ميديسين اللي ممكن حاجه مش ممكن ما حدش يتكلم عنه التيلي ميديسين دي حاجه ظريفه جدا اللي هو الطب عن بعد اه دي واحدة برضو اتعملتها الوزارة وعملتها مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا وكان جات الوزيرة بنفسها اشرفت يمكن احنا مستشفى الصوان الجامعي كانت من اوائل الاقسام يعني من بدايات بدينا مع المشروع ده مع مستشفيات الجامعية التانية وبيحل اعتقد ان حل مشاكل بالذات في وقت كورونا اللي كانت الدنيا صعبة قوي انت بحدي ولغايه دلوقتي في اماكن ما فيهاش في اماكن نائيه في اماكن في الوادي الجديد وفي الواحات وفي حتت بعيد قوي عيانين كتيره بتبقى النهارده الدور علينا في النهارده عايزين استشاري مش عارف ايه عامله شغل كويس قوي التيلي ميديسن ده يمكن برضو محدش يعني ايه متطرق اليه او بيتكلم عليه كتير نعمله حلقه مخصوص بقى دكتور ان شاء الله من الحاجات اللي ولا حاجه حلوه يصور يعني. ويشوف ازاي ممكن تيجي حتى يعني الكاميرا بتتفضلوا وتشوفوا عندنا لا يعني هي الوزيره جت بنفسها وزاره الاتصالات مره عندنا وزاره المكان وعجبت جدا واشادت يعني مستشفى الصوان الجامعي بنشوف حالات كتير على فكره تخصصات مختلفه ويوميه نعم كل اللي اتكلمنا عليه ده موجود في مقر الجامعه في مدينه اسوان بالظبط طبعا احنا بس هنقول اسماء اللي موجود في اسوان الجديده عشان طبعا الوقت يعني خدنا هو اسوان الجديده فيها مستشفى اسوان الجديده ودي الحمد لله خدناها هتبقى هنعملها زي يعني وحدات متخصصة وجنبها في أكتر من مبنى على مساحة كبيرة هنعمل بقى يعني الوحدات ذات الطابع الخاص دي ودي هتعمل خدمة هائلة هنعمل مركز زراعة كلى وده البلان بتاعه يعني حتى خلاص يعني أوكي إن شاء الله هيبتدي نشتغل فيه وحدات مناظير متكاملة حالات الكبد فهيبقى فيه وحدات ذات طابع خاص دي اوريدي في المستشفى وفي المراكز التبريد المتخصصه اللي حواليها في مبنى اوريدي اتاخد اللي هو كان مستشفى اليوم الواحد ده اتعمل مع وزاره التضامن مركز لعلاج الادمان ودي برضو حاجه كويسه قوي مع قسم هيشرف عليه قسم النفسيه والعصبيه عندنا وده اوكي مع خلص مع وزاره التضامن وجود ناس حد من الوزاره والوزير على علم بهذا الموضوع وخلاص هيبقى مركز لعلاج الادمان الوحدات ذات طابع خاص دي هتبقى لخدمة الشعب الأسواني وحتى يعني المحافظات المجاورة أو أي مكان وحتى السياحة لو الشعب السياحة ممكن نشتغل على السياحة العلاجية يعني بالظبط لأنه على مساحة كويسة وأسوان جديدة مكان بروميسنج بصراحة يعني واعد طبعا واعد وما فيهوش الزحمة يعني عارف مدخله ومخرجه يعني يمكن المستشفى احنا عندنا برضو الحتة هي بقت مزدحمه جدا منطقه اسوان والشيكاروي يعني اسوان كلها بقت زحمه يعني التعداد السكاني بيزيد والبلد مش كبير مكان هو مكان لما كان صغير مكان بيكبر في نفس الاريا في نفس الحته يعني فطبعا التوسع في اسوان الجديده هيبقى خدمه وهيبقى نقله كويسه جدا للخدمه الطبيه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ونيته للمواطنين المصريين بالطبع بالصحه والمريض منهم بالشفاء العاجل نتمناه ان شاء الله بعناية ربنا سبحانه وتعالى ثم ما يقيد من جنود له لمعالجة المرضى وكل أمنياتنا بالطبع أسوان الجامعية مستشفيات أسوان الجامعية بالتقدم وتوفيقنا تقدم هذه الخدمة المتميزة والتي تتناسب مع كرامة الإنسان المصري واحتياجاته بشكرك شكر جزيل أستاذ الدكتور عصام أبو المجد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة مدير مستشفى أسوان الجامعي الرئيس
شرفتني ونورتيني، متقدمين وموفقين، ونتابعكم في كل ما هو جديد إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. العفو أنت. العفو. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، غدا بمشيئة الله أسرة جديدة وموضوعات أيضا جديدة في شارع الجنوب. السلام عليكم.